ازيكم يا جماعه؟ معكم يوسف من قناه فيجن اند بيلفيديس، ورجعت لكم بفيديو جديد. النهارده هنعمل ريفيو عن موبايل واي 7 برايم هواوي. تمام، موبايل جديد وسعره 3300 جنيه، موبايل كويس لحد ما، ونازل بالابعاد الجديده والحواف الجديده، والظهر بتاعه مصنوع من البلاستيك، والاطار المعدني اللي حوالين الموبايل، وبيجي بثلاث الوان، هما الاسود والازرق والذهبي، بس افضل لون بالنسبه لي هو الازرق. تمام، ودلوقتي هنتكلم عن اهم مواصفات الموبايل. بيجي بريزوليوشن 1440x720، ودي اوحش حاجه. لما تيجي تخش على الفيديو على اليوتيوب يبقى اخرك 720 الكواليتي بس، مفيش 1080. بيجي معالج سناب دراجون 430 واندرو 505، ده برضه معالج جرافيك موبايل. وبيجي 32 جيجا ميموري اللي هو الذاكره الداخليه بتاعه الموبايل، و3 جيجا رام. تمام، كويسه برضه. وبيجي بطاريه 3000 ملي امبير، وبيجي بدول كاميرا 13 ميجا بكسل، وكاميرا مخصصه للبطاريه العزل 2 ميجا بكسل. تمام، وبيجيب كاميرا السيلفي اللي قدام 8 ميجا بكسل ومعاه فلاش. دلوقتي نتكلم عن بقى السيتنج بتاعت الموبايل، يعني المميزات بتاعت الموبايل. بيجيب فيس انلوك، تمام، تقدر تفتحه بالوش. تمام، وبيجيب اندرويد اوريو 8.0 الجديد، وكمان بيجي معانا ببصمة. تمام، بقارئ بصمة سريع برضو وكويس. وكده يكون الفيديو خلص، وياريت تعمل سبسكرايب وشير للفيديو، وتنسوش تعمل لايك للفيديو. يلا سلام.